حجب المعرض السنة الفارتة بكل أسف معناته وخلف لنا لوعة كبيرة وكبيرة جدا معنا قرار إلغاء الدورة. هيك علاش سنا رجعنا بحماس لا يضاهي حماس هذا باش نشحوها وباش تاخذ شكل معناتها يتأقلم بطبيعة الحال مع الظرف الصحي، ولكن في نفس الوقت فيه جديد. أنا متأكدة أنه مش تستحسنوه سنا لأنه في نسخة جديدة من حيث الفضاء الساعة تبدل مش كما العادة، من حيث حتى العارضين ثم برشا جدد، من حيث الأنشطة، من حيث الورشات، الفضاء العلوي مش يكون خاص بالورشات، ورشات متنوعة عندنا شراكة أنا أعتز بها مع SOS محرس مكناها من جناح، عندنا شراكات مع الجمعيات ومنظمات تربوية وثقافية متعددة الكلهم لباوا النداء وجاوا باش يشاركوا، ديما نراسلوا وزارة الثقافة باش تعاوننا على شحن الكتب، لكن لا مجيب ما جاوبوناش، واحنا امكانياتنا ما تسمحلناش باش نتحملوا نفقات نتاع الشحن. لذلك هيك علاش ما عندنا فقط دار نشر فرنسيه ودار نشر مصريه معنا، فقط 40 دار نشر بما فيها الفرنسيه وعندي دار نشر مصريه الينابيع. اليوم الافتتاح مش يكونوا معنا بشراكه مع الاداره الجهويه للصحه اطباء الصحه العموميه مش يجيو بشكل معنا باش يعملوا خيمه تحسيسيه في وسط تحت المعرض باش يحسسوا الناس معناتها باهميه معناتها الاحتياطات اتخاذ جميع الاحتياطات. عندنا مسلك صحي مش نرسموه في الفضاء واحد وفضاء ثلاثة للزائرين بتاعت الحال. الأمور التنظيمية إن شاء الله بحول الله تكون منظمة وعندي إكيب مستعدة لتأمين